الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، هو الكريم الوهاب هازم الأحزاب ومنشئ السحاب ومنزل الكتاب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب، من اهتدى به ما ضل، ومن اتقاه ما زل، ومن اعتز به ما ذل، ومن طلب غناه ما قل، له الكبرياء والجبروت عز وجل. تم كماله وحسن جماله وتقدس جلاله وكرمت أفعاله وأصابت أقواله، اطلع فستر وعلم فغفر وحلم بعد أن قدر، وذكر من ذكر وزاد من شكر، وقسم ظهر كل من تجبر وكبر. نحمده على حزن الأمر وسهله، ونحمده كما حمد نفسه وكما حمده الحامدون من جميع خلقه، ونستعينه استعانة من فوض أمره إليه، ونستغفره استغفار مقر بذنبه معترفا بخطيئته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي ما ضل وما زل وما ذل وما مل وما غل وما كل، فما ضل لأن الحكمة ترعاه والله أيده وهداه، وما زل لأن الله غاديه وجبريل يكلمه ويناديه، وما ذل لأن العز رديفه والنصر حليفه، وما غل لأنه صاحب أمانة وصيانة وديانة، وما مل وما كل لأن له همة كريمة. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وهداك، فخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام علاك. ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والعقيدة، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، إنها وصية الله لنا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام، يقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره. من أجل ذلك حملنا أسلحتنا وخرجنا من بيوتنا قتالا عن الحق، سالت دماؤنا، قدمنا الشهداء والجرحى إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، فقتالنا من أجل الدين والعقيدة، من أجل السنة المطهرة، من أجل الحرية والكرامة، من أجل الوحدة والائتلاف، من أجل العلم والتنوير، من أجل الجمهورية والوحدة. وهذا هو طريقنا، طريق الأنبياء التي تعب فيها آدم وناح لأجلها نوح، ورمي في النار إبراهيم، وأفجع للذبح إسماعيل، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب، وزاد بكاء داود، وعالج الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. وطريق أعدائنا من الحوثيين هو طريق الجهل والهوان، يقاتلون من أجل أن يصبح الباطل حقا، والكرامة حولوها إلى هوان، فقد بدلوا للشعب بدل الحرية العبودية، وبدل العزة المذلة، وبدل المساواة العنصرية،
وبدل العلم الجهل والتغرير، وبدل كتب العلم الملازم والطلاسم، وبدل العلماء السحرة والمشعوذين، وبدل القادة الأخيار المشرفين الأشرار. وهذا هو طريق الطغاة، من أجل ذلك قاتلناهم، ومن أجل ذلك لن نتوانى في قتالهم. فهنيئا لمن قاتلهم، فوالله ما خلق الله جماجمنا إلا ليقام الحق ويهدم الباطل. خلقنا الله عز وجل لنكون أحرارا لا لنكون عبيدا، هذا هو دربنا. ومن هنا أوجه عدة رسائل. الرسالة الأولى تحية إجلال وإكبار إلى كل أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، إلى رجال القبائل، إلى كل من يقاتل الحوثيين في ربوع اليمن. أقول لكم أيها الأبطال، يا قرة العين وتاج الرأس، يا بريق الأمل في زمن الياس، يا أيها الأسود بين الرجال، يا جبالا فوق الجبال، امضوا إلى ربكم في ثبات ويقين، فلا يحزنكم قلة السالكين، فوالله إنكم على الحق المبين، ولا تفترن عزائمكم شبه المرجفين. فسوق الجهاد قائمة، وعرض ربنا تبارك وتعالى ماض دائما، وسلعة الله لن ترخص فيستامها المفلسون، وتجارته لن تبور فينالها البطالون. فاحفظوا ما أنتم فيه من الفضل العظيم، وحافظوا عليه من كل ما يخدشه أو يبطله، وأخلصوا النية والقصد، لأنكم إنما عقدتم الصفقة مع الله، والله هو الذي اشترى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ذلك هو الفوز العظيم. فاحمدوا الله وزيدوا في جهادكم ورباطكم وإقدامكم، فغيركم أتلف روحه وأقصى أمنيته أن يصبح عبدا للكهنوت. شتان ما بيننا وبينهم ورب الكعبة، إن الفرق شاسع والبون كبير. شتان ما بين الثراء والثريا، شتان ما بين التراب والسحاب، شتان ما بين مدارج ابن مال ومسابح الأفلاك، شتان ما بين غاية وغاية، وما بين طريق وطريق، وشتان ما بين قاعد ونافر، وشتان ما بين جبان وشجاع. الله الله، الإقدام الإقدام، الهجوم الهجوم، القتال القتال. يا رجالا من الجنة، ويا أبطالا من ألوية الرعب يلقيها الله في قلوب الظالمين. يا رجال اليمن الأحرار، زمجروا اليوم في المعركة قائلين، اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الملحمة. واعلموا أن الحرب قد شمرت عن سوقها، واشتد لهيبها، ألا فتيمموا وقيسها، قاتلوا صناديدها، قاتلوا صناديدها، واضربوا بسم الله الغالب الذي لا غالب سواه، وقاتلوا يقتل الله بكم أعداء الدين والحياة، ويزيح بقتالكم أكوام الكهنوت والظلام. قولوا بسم الله مجراكم يطوي صفحات الإجرام الحوثية الخبيثة، وبسم الله مرساكم على يمن الإيمان الطاهرة من كل رجس ونجس إيراني. أيها الأبطال، أيها الرجال، توثبوا على قمم الجبال، واثبتوا على بطون الأودية وعلى الصحاري والرمال، ولكم من في السماء واصمدوا، ولكم من في السماء واثبتوا، ولكم من في السماء دافعوا عن الأعراض، ولكم من في السماء احموا المستضعفين، ولكم من في السماء وانتصروا للمظلومين، ولكم من في السماء وإن تآمر عليكم الكل وخذلكم الجميع وكادكم الداخل والخارج، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتذكروا قول الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أيها الأبطال، أيها الرجال الأحرار، يقول الله عز وجل، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لله صبركم ما أروعكم حين اشتدت الأزمات، حين كثرت الأحداث،
حين ضاق الخناق على الناس في اليمن، إذا بكم تشعلون شمعة الصبر والصمود على